إجراءات تنظيمية أم تقييد لحرية الصحافة؟ تساؤل الساعة في تعز بعد إعلان لمكتب إعلام محافظة تعز الذي اشترط مجموعة من الإجراءات لعمل القنوات والمواقع الإعلامية والصحفيين والمصورين، وطلب مكتب الإعلاميين بسرعة تقديم الوثائق خلال أسبوع واحد من الإعلان. الطلب الذي نشره مكتب الإعلام في تعز على صفحته بالفيسبوك ألزم الصحفيين بضرورة تقديم صور من رخص عملهم وبياناتهم في الداخل والخارج، إضافة إلى روابط صفحاتهم الإلكترونية وأرقامهم في وسائل التواصل الاجتماعي وعناوين سكنهم، خطوة أثارت الاستغراب وعدها مراقبون تدشينا لبدء مرحلة التضييق على الصحفيين والعاملين في المجال الإعلامي بمحافظة تعز، وتدخلا غير مبرر في خصوصيات الصحفي والتحكم في مجالات عمله. وعلى الرغم من المشاكل العديدة التي تمر بها المحافظة، بداية بالانهيار الأمني والنزوح السكاني من مناطق المواجهات، إلا أنها لم تدخل ضمن اهتمامات وأولويات المحافظ التي ذهبت لتفرض قيوداً جديدة على الإعلاميين. يخشى ناشطون أن الإجراءات الأخيرة بحق الصحافة في تعز تهدف لتقييد الحريات الصحفية ضمن خطة تستهدف المحافظة سياسياً وأمنياً.